أنا يا أبو ماهر من قرية كفر ناشد، صار لنا ناجحين إحنا من كفر ناشد شي 4 5 سنين. نجحنا من مخيم لمخيم، هذا المخيم صار لي أنا 4 5 أشهر قائمين فيه. امبارح شتت الدنيا ساعة زمان، فتنا على الخيمة لقيناها شرشر مي، يعني لا في حطب لا في مازوت لا في شيء ندفع عليه، والخيم بالية. سكان مخيم اهل الشام، امبارح بالليل الدنيا شغلت ساعه الزمان، فكت اني على الاشتغل عم ينزل علينا وعلى البنت عم تشر المي علينا الخيمه، وحطينا جاطات تحت المي انه بس كان نحمي حالنا من المي. ولا يوجد عندنا لا حطب ولا مازوت ولا اي وسيله للتدفئه. هذا بعد الميه.